تحية لكم أينما كنتم داخل وخارج الوطن، وحيكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي مع الجمهور، ومستمرون معكم حول انقطاع الرواتب عن موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وتحميل المسؤولية الكاملة القانونية والدستورية الجهات الثلاثة التي تدعي أنها وصية على اليمن والتي متمثلة بالأمم المتحدة والحكومة الشرعية وأيضا الميليشيات في العاصمة المحتلة صنعاء. قبل أن أبدأ استعراض رسائل آلاف الجمهور التي وصلتنا عبر رقم الواتساب وأيضا اتصالاتكم المباشرة، أذهب إلى فاصل ثم نعود. أحييكم إذن مشاهدينا الكرام، وكما وعدناكم أنه بإمكان بعض المشاهدين الكرام في الداخل ممن لا يستطيعون الاتصالات الدولية، اليوم لدينا خدمة الاتصال المباشر عبر برنامج الإيمو في الإنترنت عبر هذا الرقم الذي تشاهدونه على الشاشة، وهو نفس الرقم رقم تطبيق الواتساب لمن أراد إرسال رسالة صوتية أو نصية أو فيديو. قبل أن نبدأ أيضا الاتصالات أو استقبالها، أن نتحدث أنه الاقتصاديون يتحدثون أنه المبالغ المالية للعملة المحلية التي كانت في الداخل مطبوعة حوالي تريليون و300 مليار دولار، هذه كانت المتداولة في الأسواق إلى العام 2014 قبل احتلال الميليشيات أو إسقاط العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، فيما قامت الحكومة الشرعية بعد ذلك بطبع حوالي 2 تريليون من الطبعة المحلية. هذه المبالغ المهولة أين ذهبت وأين يتم تخزينها؟ هذه التساؤلات اللي نطرحها، اللي يقولوا ما فيش رواتب، ما فيش، أين عوائد الضرائب، أين عوائد الجمارك، أين عائدات النفط، الغاز، الفوارق التي تأخذ آلاف الآلاف في الأسعار الدولية. كل هذه التساؤلات نطرحها أمام المشاهد الكريم لتعبير عن رأيه وتحميل المسؤولية الميليشيات الحوثية والحكومة الشرعية التي حتى اليوم أبسط متطلبات المواطن اليمني لم توفر لا أمن لا استقرار لا رواتب التي أبسط واجباتها. إذن فما هو دور هذه الحكومة وما هو دور أيضا الأمم المتحدة التي أدخلت اليمن والمجتمع الدولي الذين أدخلوا اليمن تحت البند السابع ثم رموا بهذا الشعب اليمني، لأن يعني بعد 5 سنوات من الكفاح والنضال والصبر اليوم آلاف الأسر تتسول، آلاف الأسر تموت من الجوع، نشاهد الميليشيات تزداد بذخ، سواء ميليشيا هذه الفئة أو تلك الفئة، فيما الشعب يتضور جوعا ويموت جوعا وآلاف الأسر تناشد من بقى فيهم نخوة أو كرامة في المجتمع الدولي أو في القوى السياسية أن تلتفت لكرامة أبناء الشعب اليمني وتبدأ إما بحسم المعركة عسكريا أو سياسيا. معنا محي الدين الخالدي، تفضل أخ محي الدين، أول متصلين، مرحبا. ننوى أيضا للسادة المشاهدين، اليوم نحن نناقش عن المرتبات وما لديه أيضا قضية شخصية قضية خاصة يريد إيصال معلومة يتفضل إما عبر الأرقام على الشاشة أو برنامج الإيمو أو الواتساب. تفضل أخي محي الدين. مرحبا أستاذ فارس، تفضل. مساء الخير. مساء النور. نحن نشكركم على أن أتحتوا لنا المجال. موضوع نحن نريد أن نناقش قضية هامة وهي مشاكل الطلاب اليمنيين في روسيا، بالتحديد أن الطالب اليمني، أنت كما سمعت سابقا هناك من انتحر، هناك من جنق نفسه، وهناك من سجن، وهناك من، وهذا بسبب التكفير من المؤسسات اليمنية الموجودة في الخارج. مثلا نحن نناقش على سبيل المثال لا الحظ الملحقية الثقافية لليمن في العاصمة السوق، والتي يوجد فيها موظفين بعدد شعر الرأس والذين لا يقومون بالرد على الطلاب، يعني لا يردون على تلفوناتهم، لا يستجيبون. يعني ايش نوع المشكله؟ ايش المشكله؟ هناك مشكله مثلا اخي العزيز، هناك مشكله مثلا خريجين هذه السنه، هناك العديد من الطلاب الخريجين تخرجوا وفي يدهم تنتهي خلال 10 ايام. في خلال العشر، النظام في روسيا الاتحادي مثلا خلال 10 ايام اذا لم يغادر الطالب خارج روسيا سيسجن 3 اشهر ويمنع من دخول روسيا 5 سنوات. هذا مثلا. الموضوع الاخر، الملحقيه الثقافيه، نحن لنا 4 سنوات في روسيا لا نعرف انهم داروا مدينه ولا لم يلتقوا بطالب، لا نحن لا نعرف التكفير، هل هو منهم ام من وزاره التعليم العالي؟ ونحن بالاساس انه نحن نرى وزارة التعليم العالي تعلم تطلعها الكثير من الشكاوي من الملحقية وموظفينهم يعني كم لها الآن ما صرفش الرواتب قصدك للدارسين في روسيا ولا كيف؟ موضوع الرواتب هذا موضوع آخر، موضوع الرواتب نحن قلناها بنصبر على الرواتب، نقول مثلا ما ليس الرواتب جيت الرواتب، الرواتب الجميع يسكت، نحن الآن نحن نصبر
على هذا يعني بحكم انه نحن نقدر وضع البلد. لكن ان تصبر على اسلوب وتعامل الملحق الثقافي والموظفين، مثلا عندما تطلب منه افاده الطالب تقول له اعمل لي افاده انا ابي ادرس فلوس، يقول لك انا مش من مهمتي ولا يعني لا لا هناك اهمال متعمد، هناك تكفير، ملحق ثقافي له في روسيا تقريبا لديها الجنسيه الروسيه، يعني احنا نستغرب ان يمنح مستجار ثقافي دبلوماسي بجنسيه اخرى في اداره البلد. نحن نطالب ونناشد وزاره التعليم العالي بسرعه تغيير الملحق الثقافي، حيث وقد سبق انه تم تغييره ولكن لا نعلم لماذا تم توقيفه. نطالب اعاده تدوير الموظفين كما حصل في مصر نموذجا، لا يعقل ان يكون هناك موظف. أشكرك، وصلت الرسالة أخ محدين، أشكرك، وبالإمكان أيضا احنا مستمرين من السبت الأربعاء في يعني يوميا، وإذا لم تستطع إيصال رسالة أخرى إن شاء الله في الحلقات القادمة، لأنه نترك المجال لبقية المتصلين سواء من داخل أو خارج الوطن. شكرا لك، معي صالح من صنعاء، تفضل أخ صالح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على البرنامج الناجح الذي في خدمة كل المواطنين في الداخل وفي الخارج. شكرا. تحياتي لكم. الشيء الثاني يا عزيزي، الراتب في بطن الحوثي، والشيء الثالث عفوا في رأس الدنبو. احنا نطالب الرواتب لكن يا فصيح لمن تصيح، لا منظمات تسمع ولا حقوق إنسان بتسمع ولا أمم متحدة بتسمع ولا بتحالف بتسمع. فإحنا الضحية في الأول وفي الأخير. إذا لم يتم الالتفاف الصف ضد الكهنوت فلا فائدة من المناشدة ولا فائدة من هذا كله. عرفت كيف؟ نعم. فلا بد على الشعب اليمني أن يلتحم وينفذ وصايا الزعيم بكاملها، ونأمل من العميد أحمد علي عبد الله صالح بالعودة. نعم، أشكرك أخ صالح. الطارق محمد عبد الله صالح على إنه يحمل الحديدة، لا ينتظر لفلان ولا لفلانه. وصلت رسالتك، شكرا. أترك المجال لدينا أول متصلين على برنامج الإيمو، تفضل. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. جزاك الله بالخير أبارك. حياك حبيبي. كيف حالك؟ نحمد الله، تفضل. معك حسين من دمار. أهلا وسهلا، فوق العين والرأس. أسمعك، نعم تفضل، نتحدث عن الراتب. نقول للشعب اليمني يعني به مثل يقول لك ما بيش هارق يديع، ورحم الله زعيم علي عبد الله صالح. كيف؟ أسمعك تفضل. واصل. روح. واصل أسمعك. وإن المثل ما بيش هارق يديع المواهو للإمامة، قاتلهم الرئيس علي عبد الله صالح من ليله 26 سبتمبر. فأملنا بعد الله، لا أملنا في الحوثيين هوليه، ما دي لا يدوم عاش ولا هم الدين اي حاجه. نعم. ما بالله يعني اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يزيلهم من الارض ان شاء الله. اشكرك، معي من تعز محمد، تفضل اخ محمد. حياك الله اخ فارس. تفضل اخي. تحدث عن قضية انقطاع المرتبات. نعم. حرمان الموظف من تقاضي راتبه كل شهر هي تعد جريمة إنسانية وتجويع متعمد لآلاف الأسر ولأطفالهم. نعم. بحيث بات الموظفين الخاضعين تحت سيطرة الحوثيين يعانون من أكبر أزمة إنسانية خانقة، ويعيش أطفالهم في حافة المجاعة بفعل انقطاع المرتبات. يا أخي، إذا كان شخص موظف أقدم على الانتحار في العام الماضي بسبب الظروف المعيشية، العشرات يا أخ محمد، العشرات في إبذة خلال هذا الشهر، يمكن حالتين من الانتحار وفي أكثر من منطقة. نعم. أخي، تتحمل ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة في عدم تسليم المرتبات، وتتلاعب بالمال العام لصالح المشرفين ولصالح شراء العقارات. أصبحوا الآن المشرفين في غناء فاحش، والموظف بدون مرتبات، وهذه تعد جريمة. ما تنص عليه القوانين الدولية التي تلزم سلطة الأمر الواقع أيضا بصرف مرتبات الموظفين بشكل عام وتوفير كافة متطلبات الحياة والمعيشة. نعم. عائدات النفط، ميناء الحديدة، شركات الاتصالات، الانترنت، الضرائب، الزكوات، كلها تروح للجيوب. فوارق الغاز، فوارق النفط. نعم. مليارات. نعم. هذا أيوه
هذا يعد سلوك غير اخلاقي وغير مقبول، وكيف حجم الانحطاط الذي وصلت اليه الميليشيات. اشكرك اشكرك، وصلت رسالتك محمد. اترك المجال لبقيه المتصلين، معي متصل جديد عبر الايمو، تفضل اخ. الو مرحبا. الو الو اشكرك. فصل يا شباب اللي موجود. محمد اترك المجال لبقيه المتصلين، معي متصل. الو تفضل اخي. الو مرحبا. طفي التلفزيون او خفض صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. اشكرك. الو مرحبا. خلونا ابدا برسائل الجمهور التي وصلتنا ايضا بالالاف عبر الرقم الذي تشاهدونه كما اؤكد لكم هذا عبر الايمو وعبر الواتساب عبر. الو مرحبا. جزاك الله بالخير. مساك بالنور والنعيم، تفضل. انا اشكر جميع قريه اليمن اليوم. الله يحييك. قناه الاحرار والحريه. ورسائلنا المشايخ طوق صنعاء، نقول يا مشايخ طوق صنعاء يا مفحطين في زمن الزعيم، انتفضوا على كرامتكم. انتفضوا يا مشايخ طوق صنعاء، اتحرروا، اتجهوا الى الساحل الغربي. هذه خيانه، قياده المؤتمر على اي يلتحموا يا اخ. اشكرك. يلتحموا قياده المؤتمر وقياده والتجمع اليمني للاصلاح، الشعب اليمني بحاجته. صحيح. تجي ميليشيات من كفر مره تحكمنا، واحنا نجلس الاصلاح عمل، المؤتمر عمل، عايز يتوحدوا جبهتنا واحده. صحيح. والجيش الكرتوني هذا يقولوا الجيش الوطني، الجيش الوطني، شوفوا بالساحل الغربي هل اخترقها الحوثي؟ عيب عيب عيب، وما يتخبر يقول الحرس الجمهوري ولا القوات المشتركه، القوات المشتركه عيب، وجهوا اعلامنا واحد. اشكرك. وليش ما يتخبر باسم طارق عباس؟ يقول طارق عباس ولا كذا قاعد المقاومه قاره الشرعيه هالي ما هي للحزب التجمع اليمني للاصلاح، المفروض تتكلم بلسان الشعب اليمني. عيب عليهم واخجلوا. اشكرك يا حبيبي، شكرا شكرا. اشكرك، اترك المجال، وصلت رسالتك حبيبي، الله يخليك. اشكرك والعفو على المقاطعه، شكرا لك. الو مرحبا. الو الو مرحبا. نعم تفضل اخي. الو ابدا برسائل الجمهور، وصلتنا هذه الرساله يقول فيها قطع المرتبات. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، تفضل اخي. معك يحيى الفتاحي. اهلا وسهلا. اولا نترحم على الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله. ايام الامن والامان راحت في عهده، في عهد الحوثه. نعم تفضل. ونقول لكل المؤتمرين ان يتوحدوا ويكون صوتهم صوت واحد في خدمة الوطن، ويتحلوا بالصبر، ونرجو منهم أن يأخذوا بوصايا الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله. وعدونا الوحيد هو الحوثي. نعم أشكرك. أشكرك أخي حياة، وصلت الرسالة. هذه اللي تسمعها أيضا متصلين، افتح المجال لغيرك، الله يخليك، شكرا. ألو مرحبا. ألو الو مرحبا. نعم الو تفضل اخي. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. قناه اليمن اليوم. نعم تفضل اخي، انت على الهواء. اولا يا سيدي الكريم نرحم على الزعيم علي عبد الصالح رحمه الله عليه والامين. احنا ان شاء الله على نهجهم سائرون وملتزمين وصايا الشهيد الزعيم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك اخي. شكرا لك، وصلت رسالتك. متصل جديد. الو الو مرحبا. الو اعود الى رسائل الجمهور يا شباب. الو مرحبا. الو تفضل اخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد، هل تفكر على أن الأمم المتحدة أو التحالف عاجزة عن الحوثي؟ هل هي عاجزة على أن تدعمه بيوم وليلة؟ مش هي عاجزة. صحيح. قاعدين بس بيضحكوا على الشعب اليمني. بياخذ حقها الشعب اليمني.
سيأتي اليوم، سيأتي اليوم الذي يأخذ حقه الشعب اليمني وينتصر لمظلوميته ويستعيد دولته. ما يجي يحررنا من الخارج، إذا ما حررنا أنفسنا إحنا كيمنيين وكنا يد واحدة فلا تظن على أن الغريب بيجي يحررك ويطورك صحيح إلى أحسن ما كنت. صح، هذا من المستحيلة بالتبعدة. نعم، على الشعب اليمني الالتحى ويد واحدة ضد الكهنوت وإخراجهم من كل المحافظات اللي مسيطرين عليها. شكرا. فإن الشعب اليمني حل أزمته. أشكرك يا حبيبي. شكرا لك، شكرا لك، وصلت رسالتك. شكرا. أبو ناصر، ألو، تفضل أبو ناصر، تفضل أخي، تفضل يا أبو ناصر، يا أي شخص، تفضل تعال الهواء، حياك الله، تفضل أخي. يا أخي شغلنا في الإذاعة كل واحد يدي كذا، كل واحد يدي كذا. القضية قضية إصلاحيي بياعين الوطن، بياعين الوطن، عملاء لكل واحد، والآن بيأسسوا معسكر في عينه في يفلس، يعني عذبوا الشعب الإصلاحيين هؤلاء، لا نلوم الحوثيين حنطلطوهم من الشعب، ولكن الشعب عمى ابن عمى ما أصطدوا شيء أنهم الإصلاحيين هؤلاء يضربوهم ينفوهم نهائيا. طيب، وكلهم أعداء الوطن، كلهم ما فيش معهم مشروع، ما حد معه مشروع، لا هؤلاء ولا هؤلاء. الله يرحم والدي، الله يرحم والدي. يعني علي عبد الله الصالح فتح لهم الفرس وفتح لهم اليمن بالكامل، وآخر الوعد، وآخر الوعد يعملوا بالشعب هكذا. يا أسفة. باتفرق، باتفرق إن شاء الله. أشكرك. ألو، أشكرك يا أبو ناصر. بعده. ألو، متصل جديد، تفضل أخي. تفضل أخي، أخي اسمعك. ألو، 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 نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا معك أم علي. تفضل يا أم علي. يا أخي إيش أقول لك، اللي يمر اليمنيين من فساد وقتل، من نقص أيضا من عدم استلام المرتبات، هو نعم نعم اسمعي، لا هي يعني كل الناس هذا كي طالب الشرعي، وهذا كي طالب الحوثي، وهذا كمان المتحدة، ما حد طالب، يعني ما حد لجأ إلى الله، في ظهر الفساد في كل بقعة، ما عدا حالي، ما عدتش تقوى الله، ما عدتش لا رحمة ولا شيء. والحال يا أم علي؟ وهذا السبب يا أخي، ولو بتقوى الله، الله ما بيقول، الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت، ما كسبت أيدي الناس، يزيدهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجع. وهذه مشاكل هي من الناس، من اللي فعله، من الطابق يكتر الثاني هو ساكت، بلد بسر في صنعاء القتل قبل عيني، السرقة أمام عيني، كل شيء، ولا حد يتحاكى، هدوء، ما تجي الفصاحة إلا وقد مخطى في بيت، ما بيش هكذا خطف رجل واحد يخلق عن ظاهرة ولا شيء. يا أم علي، الشعب مغلوب على أمره، يعني ما عايز يفعل، من الجوع، الجوع والحصار الله. شكرا لك، شكرا لك يا أم علي، وصلت الرسالة. ألو، مرحبا، متصل جديد. ألو، 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 مرحبا، نعم، تفضل أخي. ألو، ألو، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسمعك، خش في الموضوع، أنت على الهواء. معك سعيد. أهلا وسهلا. سعيد صالح. اهلا يا عم سعيد، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. اولا نترحم على الشهيد علي عبد الله صالح، رحمة الله عليه. نعم، رحمة الله عليه. ناشد الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين المعلمين. نعم، تمام، اوكي.
نناشد الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين. نعم شكرا لك. بس شكرا يا عم سعيد. متصل جديد. ألو ألو مرحبا. ألو خلينا استعرض بعض رسائل الجمهور حتى لا نتجاهلها. قطع المرتبات نتيجة تجد أن الشرعية تستفيد من ذلك بإيجاد وظائف جديدة لأبناء مسؤوليها، وتستطيع توفير مرتبات أنصارها الذين تحت سيطرة الحوثي والمنتمين لحزب الإصلاح. ولو بحثت عن أكثر متضرر من ذلك ستجد أن أبناء الشعب الذين لم يتحصلوا على رواتبهم. شكرا لصاحب الرسالة. رسالة يقول صاحبها لا راتب من سلطة الحوثي ولا من سلطة الشرعية، بينما تجد العكس لدى موظفي وأنصار الحوثي والإصلاح مرتباتهم تصل إليهم أينما كانوا. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخي. عليكم. تفضل تفضل أسمعك. كيف الحال؟ الحمد لله. يا أخي لماذا اليمن كذا مخرب علينا يا أخي؟ لما الشعب ما يقوم يد واحدة يا أخي؟ كيف يفعل؟ يا أخي يقول اليمن ليش ما يتكاتفوا يد واحدة ويقلب الحوادث هذه من بلادنا يا أخي. نعم. والسلام عليكم. نعم. شكرا لك. يا ليت يا ليت هذا مطلب شعبي لكل الناس. شكرا لك. كمان متصل جديد. ألو ألو ألو. دعوني أعود إلى رسائل الجمهور حتى. ألو رسالة يقول صاحبها عند الحديث عن الجوانب الإنسانية تجد ما يدمي القلب، وعندما تلاحظ موظف محترم تحول إلى شحات أو أكاديمي تحول إلى شغل غير محترم، أو تجد من ينتحر لعدم قوته على أو على لعدم قدرته على توفير لقمة العيش لمن يعول، وتجد من باع عفشه ومن طرد من سكنه. يعني بلاوي بلاوي حسبنا الله ونعم الوكيل. ألو مرحبا. ألو أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. كيف حال الأستاذ؟ حياك حبيبي. أنت على الهواء وصل رسالتك. تفضل. تفضل. ما هو الموضوع اليوم؟ بناقش حول الرواتب ونحمل المسؤولية الأمم المتحدة وميليشيا الحوثية والحكومة الشرعية. الشعب مات من الجوع. والله يا عزيزي نتحمل المسؤولية، نتحمل المسؤولية. إذا أتينا نناقش الأمر بكل واقعية. نجد الشرعية هي من تتحمل المسؤولية الكبرى. إلى جانب ميليشيات الحوثي ويتحمل أيضا جانب من هذا الأمر. إذا أتينا لنشاهد الشرعية. لديها مصادر النفط. تمام. أيوة. شبوة. وصافر وحضرموت. يعني ثلاث مدن نفطية تسيطر عليها الشرعية. تصدر أكثر من 200 ألف برميل يوميا بما يقابل 10 مليار دولار يوميا. وين تذهب؟ إلى جيوب نستطيع أن نقول بين مزدوجتين إلى جيوب حمران العيون. ها؟ وأيضا إذا أتينا إلى الأمر في صنعاء. صنعاء يتحلو وهم أيضا جزء كبير من المجتمع. ميليشيات الحوثي سيطر على الضرائب الجماري. صحيح. الزكاة التي الآن أصبحت بالنسبة للزكاة أصبح الشعب اليمني كله يدفع زكاة إلى أيضا إلى جيب حمران العيون والسوق السوداء والسوق السوداء وفارق النفط والغاز وكل مشتقاته. السوق السوداء هي ليست عائداتها إلا كيف لا يعني بالله عليك عندما تكون الدب البترول سعرها العالمي بما يصل إلى اليمن بحوالي 2000 جنيه 2000 ريال يمني وهو يبيعها ب 15000 20000 هذا الفارق المهول أين يروح؟ نعم نعم لكن يا أستاذ فارس إذا أتينا لنشوف الأمر حقيقة ما السوق السوداء هي ليست عائداتها للدولة، عائدات قيادات ميليشيات الحوثي يقوم بشرائها من خارج أو تأتيها بالتجار ولديهم نسبة في ذلك، والفئة المستفيدة هي القيادات الكبيرة السوق السوداء الغاز البترول. الآن الاسمنت حتى الاسمنت أصبح فيه عملية مضاربة وأسعار العملة لو تشوف العملة يوم فوق ويوم تحت من المستفيد الأول اللي هناك واللي هناك كلهم حمران العيون. طيب والحل؟ يعاني. ما هو الحل؟ الناس مات من الجوع الناس كلت من صب من الصبر والصمود. الشعب يعاني. إذا اعتمدنا أو إذا ظلينا
يراهن على المؤتمر الشعبي العام او الذي هم في الاصلاح يراهن على الاصلاح او من هو في الاشتراكي يراهن على الاشتراكي. هذه هي الطامه الكبرى وهذه هي المصيبه. الشعب اليمني لابد ان يتوحد ويكون يد واحده. اشكرك. كلمته واحده كل ضدهم جميعا. اسمح لي يا استاذي. في كثير متصلين. طيب تفضل. المؤتمر المؤتمر الشعبي العام هو حزب الاغلبيه الكامله. لكن شوف المؤتمر الشعبي العام الان اصبح زي ما نقول هو يتنقى نعم ويتطهر ولكنه نعم يبدو فصل الاتصال. الو متصل جديد. الو الو مرحبا. الو الو نعم تفضل. اولا نترحم على روح الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح والامين عارف عوض الزوكة رحمه الله عليه. وثانيا نوجه رسالة لطارق عفاش بأن يبقى في الصفوف الأمامية ولا يلتفت للحاقدين. نعم. ونحن بنقدم أرواحنا فداء للوطن. أشكرك. وأن لا يلتفت للحاقدين والمفسبكين هذا الإصلاحيين وأمثالهم. نعم صحيح. إنهم هم من دمروا البلاد. شكرا وصلت الرسالة. شكرا لك. كمان يا الو مرحبا. الو 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 مرحبا. اعود الى مشاركه رسائل الجمهور. وصل الرساله الاولى الذي يقول اذا كنت تجد من ينتحر لعدم قدرته على توفير لقمه العيش لمن يعول وتجد من باع عفشه ومن طرد من مسكنه وتجد من انحرف عن سلوكه كل هذا بسبب قطع الراتب. الو مرحبا. الو الو تفضل اخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الدليل المجال خليني أتحرك على راحتي لو سمحت. تفضل. بعد يا سيدي اليوم بعد ما أخذوا الأنتينات حق الشبكة حق الواي فاي يريدون ما يدخلون ميليشيات الحوثيين نزلوا لك بأطقم على المحلات التجارية من كيس بر من كيس سكر من كيس من الزيت. المهم لازدعوا لك خلق الله مجهود حربي فوق الطقوم. تمام. هذا في صنعاء يعني في صنعاء موثقة ومصورينها ومدينها لكم قبل الواتساب حقكم بس ما نتاري حق الواتساب بشكله هو نفسه. هذا الرقم يخلي على الشاشة رسل عبرها الآن ونوعدك أنه غدا يبث. احنا قد رسلت 1000 مرة على هذا الرقم تأكد اللي هو 020-111-222-83-85. هذا هو واتس ايضا الواتس والايمو. بطلنا تخزينه من باطل المشرفين ينزلوا لك الاسواق يخلوها محضية. حسبنا الله ونعم الوكيل. سمع الراتب يا عيني وسيدي الرواتب حق الموظفين في بطون الحوثيين إلا الإيرادات حقت الضرائب والجمارك والزكاة وغيرها وين تسيب لا بطون المشرفين. بينتقمهم الله قريب إن شاء الله. تمام. إحنا نقول بينتقمهم الله بينتقمهم الله وعد كرشهم تكبر لكل ظالم نهاية. ما ينتقم الله إلا من الشعب. لا 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 تيأس لا تيأس لا تيأسوا أبدا طالما هذا الشعب اللي قادر يصمد يصبر 5 سنين بإذن واحد أحد أنه سينتزع الحق يعني سيستعيد مؤسساته ودولته. شكرا جزيلا لك. وصلت الرسالة. ألو مرحبا. ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ تفضل أخي. الله يسعدك. معك معنا تفضل. نترحم على القائد البطل الشجاع الزعيم علي عبد الله صالح وعلى المناضل الأمين عارف عوض الزوكة رحمة الله عليهم. يا أخي بالنسبة للرواتب الرواتب هذه في بطون الحوثي. الحوثي يشتري الفلل من 400 مليون من 300 مليون للمشرفين. بايقوا حمران العين يشلوها. اصبر. من أين هم يوجدوا هذه المبالغ الطائلة الذي يصرفوا عليهم وعلى منازلهم هذا اللي يشتروها؟ وثقوا هذا الكلام. سجلوا هذه المعلومات. بايقي اليوم الذي هذه الحقوق تعود إلى أهلها.
بالنسبة للشرعية هذه شرعية فاشلة، شرعية المفروض أنه عيب نقول إنها شرعية. هذه شرعية لا وجود لها في الأرض، يعني موجود اسم لكن موجود على الأرض ليست موجودة. صحيح. فالشعب اليمني يا أخي العزيز يعول على القائد العميد طارق محمد عبد الله صالح، فهو أملهم بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. أما بعد ما انكسرت الجبهة الذي هي جبهة حجور، القبائل بعد ما يعني تركوهم هذه الشرعية الفاشلة أصبحت القبائل يعني لا نعول عليها أطلاقا. بعد فرق إن شاء الله. أشكرك، وصلت الرسالة أخي، أترك المجال لكثير من المتصلين، شكرا جزيلا لك. رسالة أيضا لأحدهم وصلتنا عبر رقم الواتساب. ألو مرحبا. مش داعي نستعرض الرسائل يا شباب، خلاص أي بيتصل يدخلها. نكبة 2011 يقول صاحب الرسالة، نكبة 2011 لن يغفر لها التاريخ جرمها، فقد استبدلوا الحياة بالموت والسلم بالحرب والبناء بالخراب والأمن بالخوف والنظام بالفوضى والاستقرار بالحروب والوسطية بالتطرف. ألو مرحبا. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. كيف حالك؟ حياك، ادخل في الموضوع تفضل. مالك ايش اللي يضحك؟ بعده متصل جديد. الو الو مرحبا. الو الو تفضل اخي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. استاذ فارس ايش تقول الخراج؟ ايش مشكل الخراج؟ ما هو ايوه الخراج للشعب كله. الخراج للشعب كله يا حبيبي السلامة، لا يمكنونا حوثي ما حوثي، الحوثي هم مجموعة يعني قلة ما يشكلوا خطورة على التحالف، تمام؟ الحوثي اللي قاعدين بيقولوا على انه داخل صعده وانه ما هو داخل صعده ولا حاجة، هو هانا قريب من صنعاء في محافظة غير صعدة. وهذه معلومات أكيدة يعني؟ أيوة بالمئة مئة ويتي وعد ندي لهم الأحداثيات حقهم كلهم، وين هم الرجال اللي بيقولوا يطولنا الأحداثيات وإحنا عم مستعدين نديها لهم اليوم؟ قاعدين يموهون علينا على إنه داخل سعطة داخل سعطة داخل سعطة، والله إنه ما هو سعطة ولا هو ولا هو بحوله، إنه هانا قريب من المحافظة من العاصمة صنعاء، تمام؟ في وقعة والله إنك ما تدخل عقلك. يجوا واحنا عم نبكي لهم الاحداثيات حقتهم كامله. اشكرك. من هو القاهي منهم؟ من هو القاهي منهم؟ يجوا احنا عم نبكيها والله نبكيها لهم، وانا اوريهم اينو كل واحد منهم هؤلاء الكذب. وانعم فيك، شكرا جزيلا لك، وصلت الرساله. متصل اخر جديد. الو الو استعرضوا يا شباب كمان الاتصالات الاخرى اللي هي اتصالات مباشره. أخ أشرف. طيب، من رسائل الجمهور يقول أحدهم نكبة 2011 والاعتدال والإرهاب والسيادة بالوصاية. اتفضل أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي نرحم على الشهيد رحمة الله عليه عبد الله صالح وعارف الزوكة رحمة الله عليهم، وعلى عبد الله صالح اللي بني الوطن وصلح الوطن وفعل كل شيء. نعم. ولكن ذول الحوثاء ما عندهم سالفة، يعني هم أقلة، ولكن الشعب لو تكاتف في واحدة إنها طلعهم برا. صحيح. وشكرا. شكرا جزيلا لك. ومن مشاركة الجمهور يقول أحدهم نكبة 2011 استبدلت الاعتدال بالإرهاب والسيادة بالوصاية والوطنية بالعمالة والابتسامة بالحزن والحب بالكراهية والرخص بالغلاء والغنى بالفقر والعمل بالبطالة. الو مرحبا. الو الو تفضل اخي. هاو ار يو؟ حياك تفضل. يو سبيك انجلش؟ نو ثانك يو. معك رساله تحدث بها توصل للناس رساله. الو ما مساء الخير. مساء النور، تفضل اخي. معك رساله تحدث بها. اولا نرحم على الشهيد
رحمة الله عليه. ثاني يا أخي إحنا نبغى حزم عسكري، أنا أبغى صلح تصالح مع الحوثي. تصالح بعد كل هذا الدمار والخراب؟ ها؟ تشتي تصالح إلا ما في تصالح؟ لا لا تصالح معه، هو جاب السلاح لازم يواجه بالسلاح. صح. لكن أين القائد؟ تصالح مع الحوثي. أين القائد؟ أين القائد الذي بيقود المعركة؟ أين الحكومة الشرعية الذي الناس مراهنوا عليها وخمس سنوات؟ هم من فندق لا فندق، من دولة لا دولة، لا همهم، لا شعب لا وطن. وهذا الذي خلى الحوثي تمدد وكبر، ولا ما هو أوهن من بيت العنكبوت. أين الحكومة الشرعية الذي الناس مراهنوا عليها وخمس سنوات؟ هم من فندق لا فندق، من دولة لا دولة، لا همهم، لا شعب. تفضل أخي. الذي خلى الحوثي تمدد وكبر، ولا ما هو. اسمعني من التليفون. إن شاء الله أنا ربي ينتقم منهم. آمين يا رب. جميعاً. نعم شكرا جزيلا لك، وصلت رسالتك. ومن رسائل الجمهور: نكبة 2011 استبدلت النوم بالأرق، والراحة بالقلق، والأكاديمي بالأمي، والعاقل بالجاهل، والأعمى يقاود أو يقود بصير، يوه والتغيير. شكرا لصاحب الرسالة. سلام الله عليك أيها الشهيد الزعيم حيا وميتا، سلام الله عليك أيها الأب الشهيد من كل يماني حر بطل شجاع. رحمة الله على شهيد الوطن عفاش، ورحمة الله على الزعيم الشهيد، وأسكن الله فسيح جناته مع المتقين الشهداء الأبرار. شكرا جزيلا لك. رحلت وأنت ورحل عن وطن العزة ورحلت الكرامة ورحل الخير كله، رحم الله أيام الزعيم. شكرا لصاحب الرسالة. في مناطق الحوثي نهب ومصادرة الأجهزة الواي فاي بحجج واهية بأنها تشوش على شبكات الاتصالات، والذي يفهم في الاتصالات والشبكات اللاسلكية تردد الاتصالات كبيرة جدا، وترددات هذه الأجهزة من الواي فاي صغيرة جدا. ألو مرحبا. ألو 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 مرحبا. ألو 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 تفضل أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك أخي تفضل. يا أخي لو سمحت أنا أكلمك من البحرين. تفضل تفضل طال عمرك. هلا بكل الإخوان المغتربين من البحرين. لا هي بالنسبة عن البرنامج يا أخي، البرنامج يعني الصراحة هو شوي مشوق وزين، لكن يا أخي ما عرفنا دلحين من اللي يدافع على اليمن، ما عرفنا من هو. كيف ما عرفت من؟ الحوثي يقول يدافع على اليمن، ولا الشرعية تقول يدافع على اليمن، ويعني دلحين ثلاث حكومة داخل اليمن، ما عرفنا ايش السالفة. هو هذه المشكلة، من نحمل المسؤولية طيب؟ من يتحمل المسؤولية؟ يا أخي نحمل المسؤولية الشعب اليمني كامل، يطلع مثل ما طلع الشعب العراقي، مثل ما طلع الشعب اللبناني، مثل ما طلع يطلعوا يا أخي. كلامك صح. ما يعني ما يصير يا أخي كذي، يعني نظل يعني بس هذه كل واحد يتهم الثاني، كل واحد يكل الثاني، لا شرعية تبين. صح. والحوثي من صوب والحوثي من صوب، ما عرفنا دحين من اللي يدافع على اليمن، من هو؟ والله المفروض إنه الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية باعتبارها معترف بها دوليا، هكذا يقول الناس. إنها بتقدم نفسها إنها الحكومة الشرعية، وأنها تحارب الحوثي وجاءت بالتحالف، والآن خمس سنوات ولا بنحاقة. لما كانت الحديدة على وشك أن تتحرر ساروا تآمروا ووقفوا حتى زادوا وقفوا المعركة يعني، والآن سنة لا هم الذي خلوا رجال الله تنتصر وتحرر البلد، ولا هم الذي تحركوا، وهذه أكبر مشكلة. أشكرك وصلت الرسالة. أعود إلى رسالة الجمهور، يقول أحدها أنه في مناطق الحوثي أيضا نهبوا أجهزة الواي فاي، تردد هذه الأجهزة من الواي فاي صغيرة، وترددات لا تتعدى 20 ميجا هيرتز. لماذا تسمح الميليشيات الحوثية بدخول هذه الأجهزة إلى السوق وتجمركها وتجعلها قانونية، وبعدين يرجعوا يسرقوها بعد ما قد باعوها للمواطن وأخذوا عليها جمارك، وبعدين يرجعون أبوها من جديد من المواطن؟ ألو مرحبا. ألو السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك أخي تفضل. أترحم على الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. يبدو كان لدينا شباب أحد الفيديوهات. ألو مرحبا متصل جديد. ألو ألو تفضل. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. احنا كده على الهواء ان شاء الله. نعم تفضل اخي.
أنا يا صديقي أريد أن أعمل يعني. تفضل. أتكلم أن القصة أتحدث بشكل الموضوع بطريقة منطقية ممكن. تفضل تفضل بس على عقالة لأنه لدينا كثير من الاتصالات. فصل إذن المشكلة. أعود إلى مشاركة أحد الأخوات ترسلت بهذا الفيديو الذي تتحدث عن الراتب. وللأسف أنه بعض الفيديوهات يا جماعة تصل رديئة جدا ما يصلحش لعرضها على الشاشة. يعني خلوا أحد خبير يكون عنده تليفون الذي يريد أن يعبر عن رأيه صوت وصورة بتلفون يصوره على صيغة ربما 4K أو غيرها من هذه الصيغة التي تتناسب مع عرضها في الشاشة. أو أخلي حاجة صورة ذات جودة مرتفعة شوي. أعود أذهب إلى هذا الفيديو ثم نعود لاستقبال بقية الاتصالات. 5 سنين والحرب مستمرة ما بين الحوثي وما بين الشرعية. 5 سنين والناس مش لاقين إيش يأكلوا. لا شرعية جابت رواتب ولا الحوثيين استمروا بصرف الرواتب. 5 سنين والناس بذل وجوع وهوان. الإنسان اللي كان عزيز نفس وما حدش يسمع له حز داخل البيت يا إما الآن نشوفه بمواقع التواصل يدور حق إيجار بيته أو علاج لابنه أو نلاقيه بالركن يدور يقول يا ناس شغلونا حتى أشتغل شاقي. شوفوا لفين إحنا وصلنا. حتى التجار الكبار هربوا من داخل الدولة لأنهم ما قدروش يتحملوا ديون الناس من فين عاد يجيبوا بضاعة جديدة. وأنتم بس ساكن عليا مؤتمر مش عارفة إيش والمساواة مش عارفة مع مين وبالأخير ما فيش حاجة. الناس ما زالت تموت والرواتب مقطوعة. أتمنى أن يكون في حل جذري منكم أنتم كشرعية ومنكم أنتم كحوثيين. في مشاكل بينكم سدوا في جبهة. لكن الناس أصرفوا رواتبها. ذليتونا ذليتهم الناس ذليتهم الناس. اليمنيين كانوا أهل الكرم. اليمنيين كانوا ما حدش يسمع لهم حس. الآن الكل يتكلم عليهم. ذليتونا مش بس باليمن ذليتونا برا اليمن ذليتونا حب كل مكان. استمعوا على نفسكم قليل. إذا هو متصل جديد. ألو مرحبا. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. قناة اليمن اليوم. نعم أنت على الهواء عبر عن رأيك. تفضل. الله يبارك فيك أخي الكريم. استهل لي شرف أن أنا أدخل معكم في برنامج قناة اليمن اليوم. نعم. وخاصة أن الموضوع يمس كل اليمنيين. نعم. سواء داخل في اليمن أو خارج. فإن الذي يحصل هذا يعني الناس تعبوا سواء المؤتمر أو الإصلاح أو أنا بتكلم على الناس العاديين ما بتكلمش على القادة. نعم. إحنا كمواطن ليش ما يكون في بدل ما نكون نبت التصالح بين هذا الأطياف الذي هي الأساسية في اليمن ضد مواجهة الكهنوت الحوثي سواء من الحزب الناصري الإصلاح المؤتمر الشعبي العام حيث صحيح. انهم هم القوة التي هي على الأرض. هذا مطلب شعبي كلنا دائما ما نطالب بتحالف سياسي مع جميع القوى الوطنية للعدو الحوثي. لكن ما حد استجاب يا عبيب. ما حد راضي. كل واحد معه مشروع. ناس يشتغلوا مع قطر وناس مع تركيا وناس في كل واحد في وادي وناس مع طهران وناس مع المشكلة ان احنا الان بنرمي الكرة في ملعب يعني نجيب الأخطاء على كل الطرف. نعم. ليش ما نكون نتحمل حتى يكون المصلحة لليمن ككل. صحيح. نتحمل بعضنا يا اخي. المشكلة اكبر والان احنا في وضع يرثى عليه. صحيح. اليمن الان تتقطع الآن في تعز. الآن الذي يعمل له معسكرات لحالة الساحل الغربي مع تبع يقول كذا تبع العميد طارق وهذا تبع مش عارف إيش. المفروض تكون تحت دولة مهما كانت حتى ولو كانت مهترئة شيئا ما بس في في في, في يعني في توافق. طيب وين هذه الدولة يا أخي؟ أنا إحنا الآن جميعنا نفحت عن هذه الدولة عن هذه الحكومة التي كلنا سنمد أيدينا إليها. أين هي؟ 5 سنوات هي في الفنادق. كلنا بنرفع علم الدولة. كلهم بيرفعوا علم الدولة. ناهي ناهي ما عندناش مشكلة يا أخي. بيدك الذي شكل حكومة وإحنا بيدك. مش بيد
الله يحفظك ويبارك فيك. مش إنه شكل حكومة الآن كل واحد يشتيف على حكومة مراس حكومة أن معترف بها مني الحكومة الشرعية ويني؟ نعم نتكلم على الشرعية. نعم. طب الشرعية الآن في السعودية طبعا يدها ما لا لها ولا قوة. شكرا لك، وصلت الرسالة. طرف مع السعودية وطرف مع الإمارات وطرف أشكرك. مع قطر زي ما قلت. أشكرك داهمني الوقت، أنا أعتذر على مقاطعتك، وإذا لديك أي مشاركة غدا وبعد غد إحنا كل يوم على الهواء في مثل هذا الوقت 7:30 بتوقيت صنعاء. تحية لكم أينما كنتم وتحية طاقم البرنامج، ومازلنا مستمرون معكم إلى يوم الأربعاء حول انقطاع المرتبات، هذه الكارثة التي يعني أودت بآلاف الأسر العفيفة الشامخة الشريفة أن تمد يدها وأن تتسول بعد أن وصلت إلى حافة المجاعة، بعد أن فقدت كل مقتنياتها، وبعد أن باعت ما فوقها وما تحتها، وبعد أن طال أمد هذه الحرب التي دمرت البلد وأكلت الأخضر واليابس دون أن يعني ينتصر هذا الطرف أو هذا الطرف، وهذه هي الكارثة والمشكلة. وما زلنا أملنا بالله وبرجال الأبطال في مختلف الجبهات أن تدق ساعة الصفر لتحرير العاصمة صنعاء، مثل ما الآن الحادث في ليبيا والذي تشهده لبنان والذي تشهده العراق. المسألة نقول للشعب اليمني مسألة وقت، مزيد من الصبر، مزيد من الصبود، عدم اليأس، عمد الإحباط. أترككم في رعاية الله وإلى المنطقة غدا، شكرا جزيلا.